أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذا في إطار دروس مادة المعلوميات للمستوى جدع مشترك نشوفو دي زيكزيرسيس إذا بالنسبة لي كتعلق موديل دو لي لوجيسيال اللي غنشوفو فيه ديز دي كتعلق بسيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز نوسيون دو فيشي إي دوسي إذا غنشوفو تمارين انطلاقا من أسئلة مع أشرح و c'est-à-dire. Ensuite, nous allons voir la réponse à ces exercices. nous sommes prêts. Idem, nous allons commencer. Idem. Question 1. Lorsqu'on réduit une fenêtre sous Windows, elle sera envoyée à la corbeille elle sera envoyée sur la barre des tâches, son contenu se perd. Et lorsqu'on réduit une fenêtre sous Windows, il y a une fenêtre qui est en train la fenêtre de Windows, il y a une fenêtre qui sera envoyée à la courbeille, ou كتهبط لا بار دي تاش اي سوغ انفوي سور لا بار دي تاش ولا سون كونتوني سوبر يعني المحتوى ديالها كيمشي مره كيضيع اذا اذا ما كنكليكي على هذيك ناقص ريدويغ اذا شنو كيوقع راه غير ما كنمشيش مره ولكن غير كتهبط لا بار دي تاش يعني كتبقى مفتوحه ما كنحتاجها كنعاود نكليكي عليها اذا اي سوغ انفوي سور لا بار دي تاش Donc, on passe à la question suivante. Le bureau de Windows est une icône représentant le bureau, l'écran d'accueil après l'ouverture de Windows, un programme bureautique. Ilan, nous voulons qu'on démarre l'ordinateur, ce système Windows. Il y a une page qui est le bureau, Le bureau ou la page d'accueil, la page principale. Je peux que la page principale ou l'environnement de travail, le point de départ de la page de l'ordinateur. اذا واش هي ايكون ايكون هي بتيت ايماج كتمثل هذاك لو بيغو ايكون داكوي ابري لوفيرتور دو ويندوز ولا ان بروغرام بيروتيك اذا بالنسبه لو بيغو ماشي بروغرام اذا وكذلك ماشي ايكون هو ليكرون داكوي ابري لوفيرتور دو ويندوز يعني ملي كنديماري لورديناتور هو لا باج الصفحه الرئيسيه يعني اللي كدرلي اول حاجه وانطلاقا منها كنمشي لاي باج في لوردي لورديناتور تري بيان اون باس Et donc la question okay, suivante le pointeur de la série est représenté sous Windows par quoi par une flèche par une croix بار ان كاري اذا ممكن نكون خدامه في سيستم ويندوز في لورديناتور يعني هذاك لو بوينتور دو سوري باش كيتمثل اذا واش كيتمثل فلاش ولا كرو ولا كاري واش علامه ولا مربع ولا فلاش ولا سهم اذا ممكن نكون خدامه في لورديناتور سو سيستم ويندوز اذا لو بوينتور كيتمثل بواحد لا فلاش وهداك لا فلاش اللي في لورديناتور هو كيقول لي فين كاينه انا في هذاك لورديناتور يعني واش كاينه الفوق ولا التحت كنتبع غير هذاك السهم اذا كنتبع هذيك لا فلاش iden le pointeur de la souris est représenté sous windows par quoi par une flèche ce qui a détruit un ordinateur. l'ordi l'ordinateur monsieur question suivante le bouton de réduction de la fenêtre à la forme iden euh, bouton réduire bouton fermer و بوتون اغراندير اذاك اذا كان ناقص كتعني ريدويغ و هذيك فيرمي كروه حمراء و مربع كيعني اغونديغ يعني كنكبر لا مره فيرمي كنخرج من لا و ناقص يعني كتهبط لا باغ كتبقى مفتوحه ولكن غير كنصغرها مره ما كتبقاش تبان لي في اذا لو بوتون دو ريدكسيون دو لا هي بوتون غي ريدوير هي ديك الناقص اللي كتعني ريدوير اون فوا كنكليكي عليها كتهبط لي كوا كيهبط لي هذاك لا فنيتر اللي فاتحه كيتهبط لي لا بار يعني راه باقا مفتوحه من عاد نعاود كليك عليها اون باس لو بوتون اغراندير بيرمي دو ريدوير اون فنيتر نيكون De fermer une fenêtre, d'agrandir une fenêtre en plein d'écran. Et d'un, ben n'y se l'had bouton qui te agrandir. Je n'en d'ordi à la, en n'y qu'un kibbel la fenêtre marra, que ce a d'arriver chez chez Kamla. Et bouton réduire, y'en a prise. Bouton fermer y'a kroahamra. Et d'un, ben n'y se va l'hadi qui te agrandir une fenêtre en plein d'écran. Y'en a chez chez Kamla. Et d'un, ben on passe le signe arrobas, ok? Et appelez quoi? Et dan, بالنسبة للسين لسين أروباس لسين أروباس يأبلي دياز أروباس أو كوا أو تايلد إذن بالنسبة لهذا لسين معروف وكن خدموه في الكانت جيمايل إذن هو كوا شنو كيتسمى كيتسمى أروباس تخي بيان اون باس Comment arrêter normalement Windows Il à a une image de l'ordinateur, un bouton 3, et il apparaît le système d'exploitation Windows. Je peux cliquer en appuyant sur l'interrupteur marche arrêt, en débranchant la prise de courant, en cliquant sur démarrer. ان كليكون سير لا اف 5 اذا انا بغيت نطفي البيسي ديالي بطريقه مزيانه باش ما يضيعليش عاوتاني نبغي نعاود نديماري ما يوقعليش مشكل وبغيت يطلعلي لي ميساج اشنو واش كان اكفيدي سيغ لان مارش اغي هو اللي كاين في يونيتي سونترال ولا في البيسي هذاك البوطون باش كنشعل كنبقى نكليك عليه حتى كنطفي طفي البيسي بصحه ولا كنحيد البريز ديال الضو ولا كنكليكي على ديماغي ولا كنكليكي على لا توش لا توش اف 5 اللي كاينه الفوق هما اللي كيسموا لي توش دو فونكسيون اذا باش نكليكي وباش نطفي البيسي بطريقه مزيانه خاصني نكليكي على كوا ديماغي اوكي اون كليكي أه سي سور كوا اون كليكون سور ديماغي اريتي يعني كنكليكي على ديماغي و اريتي و كيطفى البيسي بطريقه اوتوماتيك ما كنعاودش نشعلو ما كيبقاش عندي مشكل اذا كومون اريتي نورمالمون ويندوز اون كليكون سور ديماغي démarrer en passe. Sous Windows, l'utilisateur peut lancer uniquement une seule application. بليزور ا بليكاسيون على لا فوا اي دان سيستم ديكسپلاتاسيون ويندوز يعني ممكن نفتح بزاف لي زابليكاسيون مره وحده شنو كيتسمى كيتسمى عقلو ليها ملتيطاش شنو هي ملتيطاش متعدد يعني لي سيرفيس يعني ممكن نخدم بزاف ديال لي زابليكاسيون مره وحده انا كنشاتي انا كنكتب في الوورد انا كنسمع الموسيقى انا كنشوف فيديو يعني ممكن نكون فاتحه بزاف ديال لي باج مره وحده اشنو كيتسمى سيستم ديكسپلاتاسيون ويندوز كيتسمى ملتيطاش اذا applications à la à la fois, ok. Et d'un on passe en sous Windows. Un clic droit avec la souris permet de faire quoi? De mettre en vie l'ordinateur, de faire apparaître des menus contextuels

de passer d'une tâche à l'autre qui est une application application, application, ou là il y a ni que ça l'application. bien sûr bon mais que bouton droit là la souris que deux menus contextuels. les faire ouvrir supprimer copier couper coller etc. et Menu contextuel. Iden de faire apparaître des menus contextuels. OK? Iden. Sous Windows, un clic droit avec la souris permet de faire apparaître des menus contextuels. Un d'abord, question Ahra. Complétez la définition suivante en utilisant ces mots, stockage, fichier sans image. Iden. Je ne sais un fichier. Iden. Un fichier est un ensemble de données qui peuvent être quoi? Des images?

ولا مسجله في لورديناتور في الديسك دور ولا مسجله اوكي في سي اكسيتيرا اذا اذا بالنسبه في نظري خدمنا لانفورماسيون

par vrai ou faux. Word est un système d'exploitation. Un dossier peut contenir seulement les fichiers. l'underwrite est un système d'exploitation. Le système d'exploitation affecte pour chaque unité de stockage un nom. Et dans les logiciels, qui est logiciel de base ou logiciel d'application. Les logiciels de base, les programmes démarrer le système, les pilotes. Et les logiciels d'application, هما جميع التطبيقات اللي كنحتاجو اللي كيحتاجو من المستعمل اما باش يكتب اما باش يرسم اما باش يشاتي اكسيتيرا اذا وورد اي تان سيستم ديكسبلوتاسيون خطا وورد سي تان لوجيسييل دابليكاسيون اذا فو ان دوسي بو كونتينير سولمون لي فيشي بالنسبه لدوسي شنو التعريف ديالو الدوسي هو كينظم لي كوا ان دوسي بو اورغانيزي اي روغوبي بليزيور فيشي او سو يعني وسط الدوسي ما كنلقاش غير لي فيشي كنلقى دوسيات اخرين كيسموا سو دوسي يعني دوسي

اوكي نمشيو السؤال الموالي دون سو تابلو كوشي لي كاز ابروبري بور شاك لوجيسييل اذا كما قلنا عندنا جو انواع لوجيسييل دو باز ولوجيسييل دابليكاسيون يعني التطبيقات اللي كنحتاجو اللي كيحتاجو المستعمل بشكل يومي ولانه واخا نزولهم من البيسي ولا نزولهم من التليفون ما يأتروش اوكي okay. اذا بالعكس ديال لوجيسييل دو بازا زولتو من البيسي ولا التليفون عيطاثر البيسي ولا التليفون وما عاد يديماراج وما يخدمش اذا غنشوفو اندرويد سي طان لوجيسييل دو كوا دو باز فوتوشوب هو واحد لوجيسييل كان تري لي فوتو اوكي okay. اذا هذا كيتسمى اذا لوجيسييل دابليكاسيون عندنا الويندوز 10 الويندوز 10 ولا الويندوز 7 هادو سوسون ديال لوجيسييل دو باز لينا جوجل كور جوجل كروم اذا جوجل كروم بحال موزيلا اكسيتيرا هادو كيتسموا دي نافيكاتور انترنيت باش كندخل لانترنيت اذا هادو كيتسموا لوجيسييل دابلي دابليكاسيون تا هو كيتانستالا غير عقلو لوجيسييل هو كيتانستالا اما في في البي سي ولا كيتانستالا او كي تفتح عن طريق بلاي ستور وكتعمل كتعمل انستالي اذا كيتسمى لوجيسييل اذا لوجيسييل دابليكاسيون لوجيسييل دو باز لوجيسييل دو باز لاندرويد اي ويندوز 10 و لوجيسييل دابليكاسيون فوتوشوب اي جوجل كروم اذا نتمنى نكون فدتكم بهاد التمارين اذا شكرا والى اللقاء